لا نشوف. والفل والياسمين مرة أخرى، صباح الخير كاثي. إحنا على أبواب أطول نفق للمركبات في الأردن، واللي راح نتعرف عليه الآن، واللي قامت أمانة عمان مؤخراً بافتتاحه، وبصل طوله لحوالي 1 كيلومتر، وهو من أهم مشاريع اللي ارتبطت بحزمة الباص السريع التردد، وهو أحد المشاريع تحسينات مرورية، رفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى التخفيف من الازدحامات المرورية. طبعا مشاهدينا، يربط هذا النفق العديد من المناطق والتجمعات والأحياء السكنية في العاصمة عمان، وأيضا يمتد من دوار المدينة الرياضية إلى منطقة وادي صقرة، وأيضا من خلال شارع الشريف ناصر بن جميل بالتقاء شارع الكندي. هذا المشروع المميز راح نتعرف عليه أكثر مع المهندس علاء الخصاونة، مدير مشروع حزمة شارع الشريف ناصر بن جميل. مهندس، كلك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. صباح الخير أحمد، صباح الخير لجميع المشاهدين، يعطيكم ألف عافية جميعا. طيب خليك تيجي معنا لهون بس على أساس أنه تشوفك الكاميرا. طبعا يعني كان بجوز هو تحدي أنه من خلال هذا المشروع الرائع والجميل، خصوصا وجوده في ضمن منطقة بجوز مزدحمة، وجود المحلات وأيضا مزدحمة بالمحال التجارية وما إلى ذلك، ولكن رغم ذلك أمانة عمان عملت واحد من أطول الأنفاق المرورية المخصص للمركبات. بدنا تعرفنا أكثر على هذا المشروع وتحكينا كل شيء يتعلق فيه. يعطيك ألف عافية أحمد. أول شيء مشروع الشريف ناصر بن جميل هو بوصل دوار المدينة بشارع الأميرة بسمة مرورا تقاطع وادي صخرة. أنشأنا بهذا المشروع عنصرين إنشائيين مهمين، أول شيء جسر تقاطع الكومودور لحل مشكلة تقاطع الكومودور للقادم من الديز إن باتجاه دوار المدينة، وأنشأنا الجزء الثاني، العنصر الثاني المهم، اللي هو نفق الشريف ناصر بن جميل، أطول نفق في الأردن، طوله 1.40 كيلو. طبعا النفق بمسربين باتجاه واحد للذاهب باتجاه وادي صخرة، بالإضافة إلى إنشاء مسار الباص السريع على طول الشارع من دوار المدينة لتقاطع الديز إن لتقاطع وادي صقرة، مرورا من نفق الخامس والربط مع تقاطع سوبر ماركت عبدون. طبعا المسار راح يكون أعلى النفق، المسار الباص السريع أعلى النفق. جميل. بدنا نحكي أكثر عن هذا النفق، متى بلشتوا في المشروع وهل فعليا على أرض الواقع الآن بيعملوا؟ وبتمنى من زميلنا ماجد الجمعاني مخرجنا اليوم أنه يستعرض الفيديو الخاص ب هذا النفق، وحتى لأنه إحنا كان من الصعب أنه ندخل النفق ونطلع بث مباشر، راح يكون هناك فيديو إن شاء الله يستعرض النفق من الداخل. بدنا تعرفنا عليه، وكمان هناك أنظمة أمان داخلية، ونحكي أكثر عن تنفيذ هذا المشروع ضمن حزمة كاملة شملت العديد من الجسور والأنفاق والطرق. أول شيء إحنا بلشنا المشروع بتاريخ 24/7/2019، بلشنا بفحوصات التربة وفحوصات المنطقة للإنشاء النفق، وانتهينا منه الحمد لله بتاريخ 8/5. النفق مدعوم طبعا من الدفاع المدني، في أنظمة ضد الحريق، في مخارج طوارئ، في 11 مروعة لتهوية داخل النفق، في مضخات ماء للحريق، في كاميرات المراقبة داخل النفق برضو، ومجهز بالكامل لحدوث أي حالة لا سمح الله داخل النفق. مهندس، كمان يعني يرتبط بجوز زميلنا الآن هيثم الخوالدة بيستعرض يعني مجموعة من أجمل ما سنرى إن شاء الله من الحلول المرورية والتحسينات والتجميلات أيضا في عاصمتنا الحبيبة عمان. يعني مشكورة أمانة عمان دائما تسعى من خلال كوادرها والقائمين عليها، بنوجه لهم تحية صباحية. يعني أصبح هناك جسور وأنفاق وجسور، وزي ما استعرض زميلنا يعني كلها خلف بعضها لحتى نحل الأزمة المرورية، وحتى يكون عندنا باص سريع ويكون عندنا دائما حلول مرورية رائعة. بدنا نحكي عن هذه اللوحة الفسيفسائية إذا صح التعبير من الجسور والأنفاق والطرق الجميلة اللي راح تحل أزمتنا المرورية بإذن الله. طبعا جميع الرواد لهذه المنطقة كانوا بيعرفوا أنه تقاطع الكومودور كان منطقة جدا أزمة، يعني خصوصا في ساعات الذروة، فلذلك أنشأنا النفق جسر على تقاطع الكومودور لحل هذه الأزمة القادم من الديز إنه متجه باتجاه دوار المدينة. بهيك خففنا الأزمة بشكل كثير كبير. يعني أنت لو جيت بأي يوم ثاني طلعت على تقاطع الكومودور راح تلاقيه أزمة والسير واقف. حاليا عندنا السير ماشي والأمور طبيعية والأمور كويسة. النفق إنشأناه لخدمة السيارات العابرة للشارع،
للناس اللي ما بدها توصل لأي محل، اللي هي يعني رايحة على شغلها، رايحة على أي مكان بعد مشارع الشريف ناصر بن جميل. فصلنا حركة السير، الناس العابرين والناس اللي بدهم يزوروا المحلات. بهيك احنا خففنا السير على تقاطع الديز إن، تقاطع الديز إن كان عليه أزمة مرورية خانقة. فهيك احنا بهاي الطريقة حلينا هاي المشكلة، ونقلنا المدخل الرابية صار على تقاطع الإمام مسلم اللي هو مقابل الحدائق. جميل. مهندس احكي لنا شو المنطقة اللي احنا بيها الموجودين فيها الآن منطقة، ونحكي عن المناطق المحيطة فينا أكثر راح يخدم أهليها، وأيضا بالإضافة إلى زوار هذه المناطق واللي ذاهبين إلى عملهم. تمام. هاي المنطقة يعني شارع الشريف ناصر بن جميل هو شريان بربط بين شميساني وتلاع العلي أو الجاردنز، تلاع الشرقي الرابية. طبعا هيك حلينا مشكله مروريه كثير كبيره، وخففنا على السكان بالمنطقه، يعني صار اسهل الوصول لمنازلهم، اسهل الخروج لعملهم، صار الموضوع بالنسبه لهم كثير اسلس. يعني طبعا كونه دائما امانه عمان بتتحفنا بالعديد من المشاريع وتتحدى نفسها من خلال تنفيذ هذه المشاريع الرائعه والجميله، بدنا نحكي مستقبلا. انت بجوز قبل الهوا قلت لي ما بدنا نحكي اكثر عن مشاريع، بجوز ما يكون عندك معلومه، ولكن كونه في اطار عملك في البنيه التحتيه راح يكون هناك تحسينات أفضل في البنية التحتية للعديد من الطرق، للجسور، للأنفاق. أكيد أمانة عمان دائما عندها خطة مستقبلية لحل جميع المشاكل المرورية وتحسين البنية التحتية بأمانة عمان، وإن شاء الله مستقبلا يعني أمانة عمان رح تحل جميع هاي المشاكل بإذن الله. يعني رسالتك الصباحية والنهائية لمستخدمين الطريق ومستخدمين الأنفاق والجسور في أمانة عمان، في عمان، في العاصمة عمان بشكل كامل. يعطيكم العافية جميعا، ويعطيكم العافية. شكرا لك، صباحك سعيد. يا هلا حبيبي. يا هلا يا طبعا مشاهدينا زي ما شفتوا كان معنا المهندس علاء الخصاونة، وهو مدير مشروع شارع الشريف ناصر بن جميل، وهو احد الطرق التي تربط هذه المنطقة من خلال هذا النفق المروري، وهو الأطول المستخدم للمركبات، واللي تم افتتاحه مؤخرا من قبل أمانة عمان مشكورة، واللي أنا بعيد وبكر أنها بتتحدى نفسها من خلال تنفيذ هذه المشاريع الرائدة والمميزة، والتي تأتي أيضا ضمن حزمة للباص سريع التردد، وأيضا لتحسين الطرق والممرات والتخفيف من الازدحامات المرورية ورفع كفاءة الطرق بشكل عام. خليكم مع بعض اللقطات الصباح لمدخل النفق من جهة المدينة الرياضية، وأيضا راح يستعرض زميلنا هيثم الخوالد الآن بعض الطرق المرورية وهذه الجسور والطرق الرائعة والجميلة، والتي قامت أمانة عمان مشكورة بتنفيذها لتخفيف من الأزمات والازدحامات المرورية، وأيضا تنفيذ مشروع الباص السريع. وإن شاء الله دائما بنشوف هذه الحلول المرورية موجودة في كل مكان من محافظاتنا ومحافظة العاصمة. رح خليكم مع بعض اللقطات الصباحية، ويسعد صباحكم.